صباح الخير. انا قدم لكم الصباح هذا المكالمه للسيد الرئيس قيس سعيد، قولوا اللي احنا في منطقه المنيهله حي التضامن نخدموا في ادارات حساسه، والادارات تحب الانضباط وتنظيف الاداره، لكن الاعوان الاداره يقعدوا مطيشين ما عندهمش وسائل نقل باش يتصلوا بالعمل نتاعهم، وكل يوم نتشكاو لعرفاتنا لعبنا حاشمين باش نمشوا نخدموا على رواحنا، نؤدوا الواجب العمل، نقوموا بالعمل نتاع الادارات نتاع الدوسيات. كل صباح كار الخمسه ما فماش كيران، جينا نتاع السبعه نخرج من الاربعه نتاع الصباح باش نتصل بالعمل نتاعي، نلتحق بكل احترام، ومانيش جديده في العمل نتاعي، عندي قرابه 28 سنه نخدم ونعرف مؤسسة إدارية، اللي جونا شباب يجوا ناس باش تخدم على رواحها، تجي ناس تحب على دوسيتها يلقاو الإدارات مسكرة، يكون الوظيفة العمومية العون متغيب لأسباب النقل، ما عندناش بإمكانيات باش ناخذوا سيارات، ما عندناش شهرينا ما توصلناش باش ناخذوا سيارة، ننطلقوا للعمل بكل احترام للمواطن والاستقبال المواطن في الإدارة، لكونه احنا نقعدوا مطيشين ونوصلوا مؤخر نوصلوا روتار باش الإدارة التونسية تمشي بأتم معنى الكلمة. لازم 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 وسائل النقل والتعليم والصحة، وعندنا أولادنا في الجامعة، سامحني بربي توصل هذه المكالمة للسيد الرئيس قيس سعيد، سامحني وعرفتي توا تتفرج فيا وتري فيا، أنا راني من الأربعة نتاع الصباح الأربعة ونص وانا قاعده نستنى متجنده، فماش ما نلقى وسائل نقل، حتى التاكسيات باش نتشاركوا فيهم ما فماش. نجموا نتيحوا، نجموا يصير لنا كل شيء، ديجا عديتوا انتم على عين المكان كل شيء، مع الله يبارك لكم وصلوها المكالمه، ما تقصوا حتى كلمه، راهم عندنا اولاد باش يجوا قيود سفن، يجوا بيلوت طيران، لكن ما لقاوش فيش يمشيو باش يوصلوا للدفار نتاعهم. فما بروف مع كل احترام يؤدي الواجب نتاعو ويحس، فما بروف يقولوا انا ما عندي ما نعمل، امور قانونيه ما نجم نعمل لكم حتى شيء، اولادنا في التعليم العالي، اولادنا اطباء، اولادنا اساتذه، اولادنا محامين، اولادنا كل ما تصوري في مخك، لكن مع الاسف ساعات يدوب الخاطر ما عندوش وسائل نقل والدفار يمشي ما يرجعش. يا سيد قيس السعيد، انت كنت استاذ، كنت استاذ قانون وتعرف لحد الان وتعرف معناها الدفوار كي يتعدى، جاه ربي وصلوا لنا وسائل النقل والتعليم والصحه، وانا نقدم لك هذه المكالمه اللي انا ولت البارح بيتها في الارجنس، ومشي مشى ولدي خذا لي الدواء للسبيطار فارغ، والقران والرحمن وحتى ورقتي راهي مازالت عندي باش يصبوا لي حاله ارجون استعجاليه، الدواء راني ما مشيت شريت وصبيته في بدني، انا وقعدت غادي بكريزي حتى جابوا لي الدواء من فارماسي في نص الليل ونص، والورقه مازالت عندي. الله يستركم وبارك الله فيك يا سيد الرئيس اللي كان تقوم لنا بالصحه والتعليم، الصحه والتعليم، نطلب منك الصحه والتعليم والنقل 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 باش الاداره التونسيه تمشي. انت تعرف سيد قيس سعيد، احنا ما نجموش ناخذوا كهرباء، ما نجمش شهريتي مليون ولا 800 نعيش نقري اولادي باش نمنعهم من المخدرات، من الاجرام، من 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 من, من الكوارث اللي قاعده سايره في الليسيات. احنا اليوم اصبحنا وقت يمشي ولدي للليسي انا نصبح مريضه تعبه، نمشي نخمم ولدي يروح، ولدي تخدر، ولدي لاباس، ولدي مش لاباس، انا وصلت ما ناكلش ما نشربش ونمنع في ولدي، نمنع في ولدي والحمد لله منعته، وكانوا ادارات في اطار الدوله الامنيه. لكن يا سيد قيس سعيد انا نخمم على وليدات الاخرين، الاطباء ماتوا في البحر، كان جراح يداويني، كان جراح ويداويني، اللي مات في البحر، اللي مات في البحر هذاك ولدي، كان جراح يداويني، اللي مات في البحر كان محامي ينقذني، اللي مات في البحر كان طبيب نفساني يبريني. عليه انا نبكي على اولاد تونس المثقفين، المثقفين المحترمين، الاذكياء، الاذكياء ثم الاذكياء، بجاه ربي هذا صباح وانا توا هاني ماشي للعمل نتاعي في اداره حساسه، وهاني قاعده ما لقيت فيش نمشي، وشهريتي ما تكفينيش لا في تاكسيات ولا في حد شيء. بارك الله فيكم. مشاكل النقل طبعا تاثر على مردوديه المواطن التونسي، مشاكل النقل يتبع الاداره التونسيه في الدوسيات، في مواطن يجي الدوسي باش يتخدم يلقى العون متغيب بروتار بساعه بنص ساعه، لكون وسائل النقل ما فماش باش نوصل، حتى كان يوصل يوصل في وضعيه خايبه، وضعيه على الاخر نوصل في وضعيه استريسي، انا نبدا حاشمه من عرفي شنو باش نحكي معاه كي نوصل، خاطر ما عنديش سياره، احتمال عرفي عنده سياره انا ما عنديش سياره، لكن عرفي يكون محترم يؤدي واجبه، يقول راه ثم عمل انضباط انضباط انضباط، لكن انا بحكم الضمير الضمير والضمير، واحد يمرض
اللي عنده ضمير يمرض على الإدارة التونسية. اليوم جيل المستقبل اللي حكيت عليه أنت ويعطيك الصحة ينجم معناتها يولي يحكي بلغة الضمير كما كنت تحكي أنت في ظل المشاكل اللي قاعدة صايرة. ينجم بإذن الله السميع العليم الشاب التونسي اللي هو دكتور عالمي وأنتم ريتوها في كورونا ورا الأغنام وصناع اللي حاجات اللي تمنع كورونا على وجه الإنسان وهو مهندس أرشيتاكت مهندس معماري أستاذ محامي دكتور اللي هما حرقوا يا سيد الرئيس ذوك أولاد تونس اللي تحبها تونس أنت تبص العالم متاعها ونبص العالم كي رفرف احنا نبكو في كل مكان وفي كل زمان نبكو على تونس لحنينة سامحني تونس لحنينة تونس الأم تونس المثالية تونس الخضراء تونس اللي جو يتفرهدوا فيها تونس الدقلة تونس الغلة تونس السخانة احنا حتى من السخانة عنا السخانة نتمنى فيها الناس عنا يا سيد الرئيس خلي الأطباء يبقوا وخلي المحامين يبقوا وخلوا الدكاترة يبقوا يا سيد الرئيس بجاه ربي هو وسائل النقل والتعليم والصحة الطالبي عندك ساعتين تقريبا معناتها تستنى في وسائل عندي اكثر من ساعتين عندي اكثر من ساعتين كل منين تبارك الله يعني موجات ايجابيه تحكي بكل نحكي انا من قوت الصبر قوت صبري كارييري في العمل متاعي وانا كارييري حبيت نحافظ عليه لكوني انا دوسية نظيف نحب نقعد نظيفة وكلهم دوسيتهم نظيفة لكن كي تلقى انت الوهاك اجيتوا على غفلة الصباح وريتوا الوضعية انت كيفاش تحب باش الانسان يكون في العمل والا ما يغلطش في حرف الحرف اللي يهلك دوسي كامل كيفاش تحب استقباله للمواطن كي يجي الخلق والاخلاق والمنطق الحسن ما عادش ينقص كل شيء ينقص اخلاقه ينقص هندامه ينقص كل شيء منطقين ما الله يبارك فيكم وينستركم كلمون السيد الرئيس وتحيه السيد الرئيس وربي فضلك واحنا باذن الله عنا ثقتنا فيك ما حشناش وصل لنا ما قلنا شيء قلنا وسائل النقل والتعليم نحب الليسيات نتاع تونس كامل تراب الجمهوريه من اقصى الجنوب لاقصى الشمال نحبها محميه لبناتنا واولادنا راهم باش يخرجوا دكاتره قيود سفن طيران بيلوت راهم باش يعلمهم ظل يرفرف والسلام عليكم وشكرا لكم. ايش عندك تستنى لهنا؟ السنه عندي دارين كاملين نخدم. وين تخدم؟ نخدم في لهجتي بناروس. وقتاش تخلط بناروس؟ انا كل مره كيف مره تطلع من العصر. ديما روتا. يعمل لك مشاكل في الخدمه. ديما مشاكل، مره نقول له ما يتنقل. مثلوا العباد فوق بعض بيبان محليه لا مسبركه طلع واحد ماشي نخدم انا مش ندقدق. استنى حاجة برا ضربت. دونك تتحمل معناتها المشاكل اللي في الخدمة وتحافظ على صحتك طبعا. مش نعمل اخويا الشركة والنقل ما سميت. مش نعمل. 8:30 9 يجي النقل يجي كار من غير بلاكة ما نديرش انا وين ماشي. ما يسمى كار عامل لها بلاكة باش نفهم رواحنا. تاخذ في بالك تونس تظهر الشرقية ماشي. ما يعمل باش مش الدنيا. ما نجمتش نطلع. وقتاش عندك تستنى؟ مازلت كي جيت تاو، اما كل يوم نفس المعاني هذه هي، كل يوم الكيران هكايا، بس 6 تضربها ساعات لـ 8 تستنى في الكار، فماش، هلا غال، شنو؟ عندك حتى حل كان ترونسبور معناتها الكار؟ ما عنديش حتى حل آخر كان الكار، حتى نخدم الشرقية. وقتاش تخلص الخدمة؟ والله كل نهار كيفاش، نهار نوصل بكري، نهار نوصل ماخ، ساعات توصل 9 غير ربع، ساعات 9. ونخرج الستة متى هذاك هو يعمل مشاكل هذيك الخدمة يعمل مشاكل بالطبيعة خير وطارب ساعة راه وطارب ساعة 8 نخدم نوصل التسعة ساعة كل يوم ساعة روتار كل يوم هلا غالب شو نعمل كل يوم هكاي كل يوم